كنا غادي نشتغلوا انا وفي نسيم هدي جوست على لا بروموسيون ديال لو سينجل ديالو اتصل بيا باش نخدموا على الحمله الدعائيه ديال لو سينجل فقط. سمعت لا شونسون عجبتني قلت لك هاد لا شونسون غادي خصها تصور كليب. تفاهمنا داز الامور زعما بواحد الطريقه اللي ما كناش حنا منتظرينها. صورنا الفيديو كليب وبحال اللي قلت لك وقعوا شي حاجات في الكليب اللي حنا ما كناش كنتخيلوهم غادي يقدروا يوقعوا، يعني مزيانين ماشي خايبين. طلع كليب زوين وكان وعد الناس انه غادي يعجبهم ان شاء الله، وقريب غادي يخرج لو تيزر ديالو ماشي بزاف. وفنانسي مهدي حتى هو فنان اللي عارف اش كيدير، يعني واخا غبر باش يدير واحد الحاجه اللي فعلا غادي تعجب الناس. ولا شونسون ديجا كانت خرجت في واحد السهره كنغناها وهي اللي خلاته يقتنع بانه يعاود يخرجها، الناس عجبتهم وان شاء الله كنوعدكم تشوفوا واحد الكليب زوين مغربي الفنان سي مهدي.